500 مليون. كوا 500 مليون؟ تستعرف؟ بيان سور. اسمعي احنا ما تدبريهمش. كاين افكات مخدومه بيان فيني في نهارك تسكن. يعطيك الصحه بارك الله فيك. اقول لك حاجه برك اذا حبيتي تهلاي في الولاد هذا مكان. دبر على روحك، هذوك ولادي وما يشقاش توصيني عليهم. روح الله يسهل عليك، روح. نزيد نستناك 15 يوم، ما جبت ليش البون نبيع كاع السلع اللي قعدت في الديبو. يعني هذا هو الحل اللي وجدته؟ حاجه اخرى، الشركه مازال ما هضرناش عليها. الشركه راهي على اسمي. واش حبيت تقول؟ حبيت نقول الشركة على اسمي وتبقى ليا. ديتهم هو اللي حب 500 مليون. يا السي عمارة. واش يا لالا مازال كي راقدة هاكي تشوفي فيا فاطمة؟ لالا هيا خفي روحك وما تنسيش نبدي ولادك. صح هاني ماجية. باش يقول لي نسيت نوال؟ غير هذه اللي ما تدخليش في راسي. كيفاش نساها؟ ومن نهار اللي خلاته وهو مشنف، ما يضحك ما يقصر، زعما ما زال يحبها. ماشي لجوغ تاع الطيب، ولا تكون غافته عمره كي بدلاته. خسارة دخلت يما الصباح، زعما كان رايح يحكي لي. يا ترى واش راه مالك قلبك يا الطيب؟ وي سي مراد راني جايه. وش يسحق هذا الصامت؟ الشي اللي خطط له وصلت له يا سعيده. ولا مازال حاكم في كلمتك؟ ماذا بيا نخلف الروتار تاعي. تعجبني كي تعود قافز يا سعيد. يا حسره ما شفت والو ومازال زيد تشوف. شوف كاين 3 بروجي والثلاثة دراهمهم مضمونين. يا ودي قلت لك ماذا بيا نخلف الروتار تاعي. شوف الاول تاع الدواء. لا 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 سي عاشر، لا لا ما نقدرلوش، ما راني طبيب ما نعرف له. والثاني تاع وشنو هذا يا سعيد؟ يلزم له دراهم كبار بصح يطولوا باش يدخلوا. لا لا سي عاشر الله يسجيك. شوف ماذا بيا تسيب لي حاجة سهلة مثلا، مانيش عارف انا تاع الماكلة. ايه على بالك على الاقل اذا تبيري مات يا ودي سهل شي. كي عجبتك البرطمة هذاك هو الصح. لا لا ما عندي ما نقول فيها، بالخصوص جات مشروحة وتطل على مناظر جميلة ومليحة. وشنو لو كان تزيد تقول له ينقص لي شوية في السومة؟ سومة معقولة يا سي عمر؟ والله غير راه مساعدك فوق اللازم. شوف يا سي نذير ما تنساش باللي مازال عندي مصاريف نتاع الوكالة، وزيد المصاريف نتاع النوتير الموثق، زيد لي زامبو الضرايب اللي بعت واللي شريت، هاك تعرف. يا سيدي غدوة كي تروحوا تتكاتبوا انسيين نقص له شوية. لا أنا ماذا بيا غدوة إن شاء الله نرحل. نرحل. تحب ترحل من برك مفاتح راهم عندي. ولا شوف كي تتلاقوا انت والسيد غدوه الصباح وتتكاتبوا وتمدلوا دراهمو العشيه رحل على روحك. ايه ان شاء الله ان شاء الله يعطيك الصحه بارك الله فيك. انت اللي قلت له نعطيك 3 ايام. والله رانا يا جمال ندمت يا غادني. يهما لا ما تقلقش فاريه وربي كبير.
هلو صباح الخير. وين لاجونس؟ آه صحة لاباس الله يهنيك. مشتريت هالفيلا غدوة العشية نروحو نشوفوها. غدوة يخرج السيد. بس تسيبها فارغة؟ لا 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 راهي فارغة. تسمع عندي شوية شغالات غدوة ما نقدرش نجي. مام هادي العشية سي با بوسيبل. على بالك واحد يبيع واحد يشري. غدوة العشية سي بوسيبل. بارك الله فيك يعطيك صحة. هي أخويا الله يهنيك صحت بارك الله فيك. صح هاك سمعت بودنك؟ سمعت. يا وش قالك؟ راه معول يسكن باع وراح حاصل. الناس قاع مقلقة هاد الوقت ما فهمت والو. يا فوزي بالتقلق تاعهم اللي رانا نديرو حنا التاويل. واش راك ناوي دير؟ الشاري يكتب مع البايع. ما فهمت والو يا خويا والله ما فهمت والو. ما تكسرش راسك هادي خليها عليا انا نشوفو. المهم انت اللي دايب الرحله نتاعكم. هادي صح بابا راح يشوف الدار. انا راني مع التخماني لا عجباتو بربي غدوه ان شاء الله نرحلو. غدوه ديجا؟ الذيب عمره ما يكون راعي. انا مانيش عمر ما ندير لك السلعه باسمك ما نخليك ترعى بمالي. انا مانيش عمر يا سعيد مانيش عمر. ما نخبيش عليك المرض نتاعي ماك شويه صعيب وراه الحل دكتور نعطي لها انتريتمون ولا ما نجحش لازم لها الانترفونسيون. قولي لي يمك ما راهيش تزيد؟ نزت انا حبس الولاده ما يكونش عنده علاقه مع هذا المرض. وكان رابور هذاك وحده وهذا وحده. وكاين مرض كيما هي معلوم سي نو باز اون مالادي را. بقى على خير دكتور. بسلامه ان شاء الله ما يكون غير الخير. ما تنساش الدواء نتاعها على 15 يوم لازم نشوفها. ميرسي. شفت بو علام الى جاي يدي حوايج بنته كون يتوسخوا لها هذوك ما ينجمش يبدلوا لها. الراجل راه خدام ما لحقش بالك نهار الخميس يجي. بصح العرس راه قريب الموادوت راه غمض عينيك يجي والسلسله مازال ما كملتش. واش بالسلسله هذه؟ السلسله اللي عند السياغ ورانا نخلصوا فيها بشوي. وشحال مازال؟ مليون و100. مليون و100؟ مساء الخير. مساء الخير بابا. واش راك بابا صافا؟ جيت بكري اليوم. البارح نسيت تكا تاع بابا واليوم قلت نجي بكري. وهذا مسعود هذا ما يعرفش يجي وحده يا اخي راه وليد الدار. مسعود يحشم. ان شاء الله يا وليدي تولي كل يوم تدخل بكري. وصافية وراي؟ صافية نقات الماشينة نتاعها دارت لها الزيت ودوق راهي في الكوزينة مع اختها. مالا نروح نبدل حوايجي ومن بعد نولي. روح يا وليدي روح. Thank you.
واش بك بابا؟ انا بيا والو، ما بيا والو بنتي. شوفي زيدي حطي هذا تما. صح بصح قولي الفراش لو في البيت وين نديرو؟ الفراش، الفراش خلي حتى الغدو ان شاء الله كي يجوا الخدامين يعرفوا كيف يرتبوا، هما مولفين. صح. قولي راك جيعان بابا، نحط لك تاكل. لا لا ماني جيعانه بنتي، كوني انت. يا انا راني جيعانه بصح الا ما تاكلش معايا انا ما ناكلش وحدي. روحي سقي لنا يا لالا. هاد يا مات يا بابا، ما راكش كامل تاكل، راك ديها غير قهوه ودخان، ما راكش كامل تخمم على صحتك. خلاص بديتي في المحاضرات نتاعك، حطينا يا سيدي العشاء خير ملي تبداي تدخلي في العلوم والممنوعات والتفلسيف وهذه، وحط هذه. هذا لي زعما حلفت لي على الدخان هذا لو ياكل لك في صحتك. ان شاء الله نبطلوا يا بنتي. ان شاء الله ان شاء الله يا بابا ان شاء الله. شوفي بابا، هذا شغلي انا، انا وياك نروحو ناكلو درك. هيا بروح. ما قدرت لكش والله، ما قدرت لك. هيا سيدي روحو ناكل. واش راه الله اكبر، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. جيبي لي شيكولا كيما تاع البارح واللي يبقى. واش تشري بهم؟ مصباح وانا نغني بطل قلت لك شري لي زيبولات وكبه خيط حمراء. وانا ما نشري والو، شفي عليها راني قريب نخلص. ما عندك اختي شري حاجه ليك. ما تنساش تروح لدار اختك تدي لها حوايج بنتها اللي نساتهم. يا يما الدار هذيك وليد ما نحبش نروح ندخلها. انا خبيت لك مدلين ولا ما رحت ليها انت؟ شكون يقف هنا كسبة عند الباب؟ بابك راه مريض ما يقدرش يروح. وليت نحشم نروح من نهار اللي غضبت ناسي ما الدار هذيك ولات لي كحله. يما جبتي لي كاسكرو تاعي. طيب بنتي صافي هاكي قبل ما تقول ديري الطهر. صح استناني نوصلك معايا. استناني استناني تسخن الطوموبيل ومشي محل سي برودا مكريفيا كيما ذاك النهار. قال خير ربي يحفظك يا بنتي. يما كنزة كبرت ولات مرأة؟ كاع كبرتو وعليها انت راك ترضع في صبعك. حبينا نفرحو بيك. يما اعطيني حوايج لامية نديهم. يا اخي قلت ما تروحش لهذيك الدار. نروح لدار نسيمة وما نسمعش الهضرة ديالك هذه تاع الزواج. رحتي يا المصيبة وين رحتي؟ هي تقول لك يا بنتي كتبتي برا عيطي تليفوني. الوقتاش ولات بنتك تبات في الزنق؟ واش دار الزنق يا بابا حنوني؟ باتت عند حبيبتها هذا وين تليفونات وحتى الصباح باش تقول لك هذه قاعد التربية تاعك. البارح ليل كامل ما رقدتش على جالها. معليش بابا درك تجي ونعيط عليها ونحلف لك ما تزيدش تعاود. خرج 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 اخرج
هذا واش خصك غير الزقام يا اختي؟ شدي ولادك، ما جيتوش باش تهبلوا راجلي. هاي حتى انت قادري روحك، راكي تهضري مع بابا. راني نهضر مع راجلي، حبيتي تقولي لي كان راجلك؟ بشرى الستوته باباها والسميه راجلها. زهات لك يا فريده، زهات لك انت على الصح. صباح الخير خالد. مولدي طيب. واش كسمارك تقبض ولا ساعه؟ خمرت اليوم على بالك بلي على جالك ما رحتش الخدمه. ما رقدتش بكري البارح، واش من الباركينغ وليت تعس في العباد؟ مزيالي جيت نشتيك ونحب عمي مقران. على كل حال فريت لك المشكل تاع لي زاناليز تاعك. غاول روح قفز جيب لي شيخ قبل ما يشرب القهوه اليوم، ان شاء الله بربي نديروا له كامل لي زاناليز تاعو. ما فهمت والو، على ما قلتليش البارح؟ دوك نفهمك. البارح بعد ما جيت نتايا، واحد قرا معايا في الباراميديكال جي عند فاميلته، كي قصرت معاه لقيتو يخدم في لابوراتوار تاع السبيطار. جبت له لي زاناليز تاع الشيخ بابا، قال لي هادو عندنا. قولك الصح يا خويا الطيب، ما حبيتش نعطي لوكازيون. كل وشيت فيه وقلت له غدوه الصباح نجيب لك الشيخ. والله غير نحيت لي مشكل كبير، ما عرفت واش نقول لك. ما تقول لي والو يا طيب، روح جيب لي عمي مقران. شوف سخن الكروسه بيد ما نروح نجيب. يروح جيب، علاش راك ترطل هكذا؟ دوك نسخن الكروسه، روح جيب لي عمي مقران يا خويا. بشرى، ما شتيش الوثائق لاكت كنت حاطهم ليه البارح؟ سي بابا نرفتهم، درتهم في الكارطابل تاعي. خفتي تخلطوني مع الحوايج. روحي جيبهم لي بنتي، روحي. صح. صح بنتي صح. شوفي هذاك هو الوقت نروح نتكاتم مع السعيد ونجوز الوكالة، ماذا بيا كي نولي نلقاك وجدها باش نرحلو. ربي سهل يا بابا ان شاء الله، تبني وجدك تجي. صح بنتي صح. هيا شوية هكذا. هذا راني واجد يا سي عاشور. الدار عمرها في البنكة. صح صح صح، نهار السبت نحضره. داكور داكور. مالا تهلا؟ لا لا، السيد رئيسنا فينا عند النوتر. زوج دقائق برك ونكون عندك. والدراهم ياك جبتهم معك؟ كل شيء راه واجد، راني مزروب اكثر منك، واش بيك؟ هيا خلاص داكور، راني نستنى فيك، ما تطولش. صحة سلامة. شربي الحليب بيد ما راهو سخون. هو علاه ما درتليش فيه شتيتا قهوه؟ الحليب وحده خير لك، القهوه تضرك. كولي باش يفيد فيك الدواء. انا والله ما راني فاهمه فيها والو، كل خطره واش يصيبولي. يا يما لي زاناليز والسكانر هما يبينوا الصح. ان شاء الله بدوا تاعك والغيش انت براي. ان شاء الله. هيا دوكا كولي شويه. Thank you.
زيدي ماما زيدي. منا على شهر ولا شهر ونص العقد يكون واجد. النوتير راهو قريب ليك. ان شاء الله ان شاء الله. كاين حاجة نذير، حاجة نقول لك عليها وانا نعتبرها شرط، وماذا بك انت تاني تعتبرها شرط. العنوان الجديد ديالي ماذا بيا حتى واحد ما يعرفه مهما كان فصله ولا اصله. ما نحب حتى واحد يعرفه راني نسكن درك. هذا يدخل في السكر البروفيسيونال تاعنا، كونك مهني من هذا الجهة ما تخممش. يعطيك الصحة. حاجة ثانية، عمل مجهودك بس يزيد ينقص لي شوية يا سيدي، يديرها شي فرو ها. هو ما شكيتش يقبلك بهذيك السومة اللي قلت لي عليها، راهي مخدومة مليح. انت عمل مجهودك ينقص لي غير شوية. يا داكور داكور داكور. يعطيك الصحة. شفع عليك أمي مقران. الله ينورك يا وليدي ويعطيك ما تتمنى. دكتور بران إن شاء الله ونفرحوا للطيب. ونبدأ بك أنت ولا خسارة فينا مغرف طعام. والله والو أمي مقران، تحب نديك دوك ندير لك طعام. ناكلوه مع الحباب. وراه داك النهار يا أمي مقران. أنتم تجيد تاع اليوم، سمعت ماكم زد عمي. شوف أنا النهار اللي تزوجت مع خالتك ذهبية ما كان عندي والو، والحمد لله الحمد لله. عمي مقران هذاك وقت وهذا وقت، ربي يجيب الشفاء ان شاء الله. عمي مقران بيكم. جيتوا تحلوا فوامكم هنايا، راكي تسمعي فيها واش راهي تقول. بو سليمه انت قانيت، ديري عقلك بعقل طفله صغيره. بعدا راكم في داري ونهضر كيما نحب. يا درا كيفاش رايحين يجوزوا هاد الايامات، يا درا كيفاش رايحين يجوزوا هاد الايامات، كيفاش رايحين يجوزوا. سمعتيها واش قالت؟ جوزوا غير يا من هنا. عطناك على خدمتك يا وليدي، الله يجعل ان شاء الله تسمح لنا. ما فيها والو عمي مقران، المهم كيف ريت شغلك. لي زاناليست تاعك ما تقلقش عليهم، انا ندبر راسي كيف راه ونجيبهم لك حتى للدار. رانيش مقلق انا يا وليدي، المهم كي درتهم. على كل حال نشوفوك بخير ان شاء الله، وربي يجيب الشفاء ان شاء الله. بقى على خير عمي مقران. هيا بسلامه يا وليدي، الله يسترك ان شاء الله. طيب العشيه ان شاء الله. العشيه تهلا فراحك.
طيب قعد، عندي هضره معك. اغتنم الفرصه هذه باش نهضروا راجل مع راجل. سمعت؟ انا نحب نعرف اما هو الشيء اللي راه بدلك هذا النهار. ما كاين والو. انا نفهمك يا وليدي، وراني نحس بالشيء اللي راك تحس به. غطيك عمرك كي خلاتك. سمحي لي، مي ما راكيش تشوفي باللي اللبسه تاعك شويه ديمودي؟ مش عليك، حبيت نقول انا بالك لو كانت تباني شويه سوبل ماشي خير. ديمودي ولا على مود، اللبسه تدخل في الشخصيه نتاع الانسان. شخصيتك قويه وتعجبني بزاف. قل لي وش راك حاب مني؟